ما دام احنا قلنا يلا الاتحاد، بينا. كابتن محمد عمر طبعا طبعا يعني نجم ده نادي حبيبنا. الاتحاد وكابتن جميل وشخصيه جميله جدا كابتن محمد عمر. مساء الخير عليك كابتن، مساء الخير يا محمد، تحياتي وامين ليك الحبايب والكباتن الكبار كابتن ماهر وكابتن شريف. كابتن حبيبي يا عمر، حبيبنا الحمد لله على كابتن عمر، السلامه، وحشني والله كابتن. ربنا انت اللي يخليك يا وحشنا عمر جدا، بالتوفيق ان شاء الله. وفرحانين ان انت معانا النهارده، طبعا وبنبارك لك على اول مباراه، الله يخليك وبرضه مبروك على مباراه يا انبي. رب. الحمد في لله الحقيقه كابتن عمر، انجاز يعني. في الحقيقه كابتن عمر انت كنت معايا في حلقه هنا كنا مع بعض، تتذكرها طبعا دائما. كنت بكلمك انت واحد من المديرين الفنيين واولاد نادي الاتحاد، اللي وقت ما نادي الاتحاد بيناديك بتسيب اي مكان وبترجع طبعا، عشان طبعا تبقى متواجد وبتلبي النداء دايما. وده حصل في هذه المره وحصل مرات عديده قبل كده يا كابتن، ولكن الموقف المره دي النادي الاتحاد صعب جدا، وحضرتك قبلت هذه المسؤوليه بالرغم ان انت كنت زعلان على فكره، فاكر انت طبعا يا كابتن عمر. لكن هو دي شماته الرجاله كابتن، وشماته اولاد النادي دايما زي ما احنا بنتكلم. لكن موقف الاتحاد في التوقيت ده صعب جدا يا كابتن عمر، يعني مباراه الامس كمان يعني برضو بتزود صعوبه، ولا انت شايفها النقطه دي يعني في صالحك كابتن عمر؟ لا، هو طبعا يا كابتن محمد، يعني الموقف صعب يعني، لكن كل مره كان الموقف بيبقى صعب. يمكن المره دي في عدد كبير شويه من المباريات، حوالي 9 مباريات باقيه، وبالتالي يعني زي نقطتين امبارح ممكن يبقى في تعويض في بعض المباريات اللي جايه، لكن يعني امبارح الحقيقه نقطتين كانوا مهمين جدا جدا، على الاقل كانوا يحسنوا وضعنا في الجدول ويحسنوا من الحاله المعنويه عند اللعيبه، يعني صحيح كانت شيء مهم جدا. كنت هتبقى 28 نقطه كابتن، كنت بالضبط كده، وعندنا مباراه لسه مؤجله بتاعت المصري يعني. صحيح صحيح. فلكن هو بقول الحمد لله، يمكن في بعض الامور يعني صعب جدا الواحد يتكلم فيها دلوقتي، اكيد في ايجابيات وفي سلبيات، في بعض الامور عايزه تتعالج، الوقت مش متاح بالنسبه لنا، ده يمكن نخلي الخطأ متكرر والوقت ضيق ان احنا نعالج بعض هذه الاخطاء يعني، لكن اعتقد مع الوقت ان شاء الله الامور باذن الله تتحسن بشكل افضل وان شاء الله نعدي المرحله. انت عارف يا كابتن قد ايه ما حبيت النادي الاتحاد، اكيد اكيد طبعا طبعا. ويمكن هي زي ما بتقول كده الموضوع متكرر، وكنت لسه بقول على الحروف دايما، وجزئيه حته الاستقرار الفني مهم جدا جدا يا كابتن عمر، وده اللي ما حصلش في نادي الاتحاد من بدايه الموسم. بتشوفه سبب يا كابتن ولا انا غلطان؟ لا، ده سبب رئيسي، ويمكن كنت بتكلم مع بعض اعضاء مجلس الاداره عندنا، قلت لهم السبب الرئيسي في ان احنا وصلنا لهذه المرحله هو تكرار تغيير المدربين. حتى يمكن علقت على الكابتن هاني رمزي بالتحديد، قلت كان انا من وجهه نظري الشخصيه، والاستاذ محمد مسلح رئيس النادي معايا في هذا الموضوع بيأيدني، قلت لهم كانت غلطه ان هاني يمشي بعد 7 مباريات وجاب 7 نقط. قلت لهم معقول يعني، مقبول في البدايه، كان بدري قوي انه يمشي، وانا ما اعرفش هو مشي ليه او غيروا ليه يعني، فدي كانت بدايه الخطا، وبعد كده بقى في تكرار في التغيير، وبالتالي اثر على مستويات اللعيبه، رغم ان النادي فيه مجموعه لعيبه كويسه جدا يا كابتن. حقيقي حقيقي كابتن، انت عارف كل مدرب جاي بمدرسه مختلفه وشغل مختلف، وبالتالي الحقيقه بقت الامور مش واضحه يعني. طب هكلمك على المرحله الجايه كابتن محمد، يمكن المباراه القادمه بالنسبه لفريق الاتحاد هيكون تقريبا عندكم مين يا كابتن؟ معلش انا بس طنطا طنطا. يعني حس كابتن محمد عمر، انت قلت لي ان في بعض المباريات او لسه في وقت من المباريات نقدر نحسن وضع الاتحاد، ولكن كابتن محمد عمر دايما بيبقى عنده الاحساس والاصرار قوي. اللي المفروض الفتره الجايه بقى اللي انتوا تعملوه كابتن بالنسبه بقى لعلاج الاخطاء، واعتقد ان الهدف اللي جه في نادي الاتحاد خطا كان المفروض يعني ما يحصلش في ظل حرصكم التام على ال3 نقاط يا كابتن. دي حقيقة فعلا، لكن هو في النهاية يمكن أنا قلت خطأ متكرر، اتكرر في مباراة الداخلية اللي قبل إنبي برضه في توقيت، وجه هدف في هذا التوقيت، اتكرر في مباريات كتيرة قبل ما نيجي إحنا نتولى المسؤولية. إذا هنا في حاجة لازم تتعالج يعني. الوقت مش ساعفني يا كابتن محمد، أعتقد في معسكر المنتخب اللي جاي هيبقى في فترة زمنية حوالي 40 أو أكثر شوية، اعتقد ممكن في الفترة دي نقدر نفكر بشكل مختلف ان شاء الله، ولو في سلبيات نقدر نعالجها قدر الامكان. والله كابتن بالتوفيق ليك. كابتن عمر شخصية محترمة قوي وشخصية جميلة ومدير فني، انا تحت كنت يعني موجود مع كابتن محمد عمر، وقد ايه هو يعني متفاني جدا مع نادي الاتحاد ده كابتن ماهر. طبعا كابتن طبعا شريف يعني عمر نفسيا كمان.
ربنا يخليك. عمر نفسيا طبعا اللعيبه يعني عندها ثقه كبيره جدا في قيادتك والمجموعه اللي موجوده معاك ونور، وانتم مجموعه من ابناء النادي المخلصين اللي ضحيتوا بكل ما تملكوه خلال الفتره السابقه، حتى طبعا النداء اللي اتعمل لنادي الاتحاد محمد عمر. انا عارف انك انت يعني سبت المكان اللي موجود فيه، ويمكن كان في توفيق من ربنا بشكل كبير، لكن طبعا ده ناديك نادي الاتحاد اللي احنا كلنا بنحبه. نتمنى يا كابتن عمر ان شاء الله التسع مباريات اللي جايين يعني يبقى نادي الاتحاد يبعد عن المكانه ديت بشكل كبير، ويبقى يمكن في الاماكن اللي فيها الدفء كده الثامن التاسع. وانت عندك ثقه كبيره جدا في اولادك، واحنا عندنا ثقه فيك بشكل كبير. نتمنى لك التوفيق يا كابتن عمر ان شاء الله. شكر جدا يا كابتن، الف شكر. كابتن عمر منور طبعا قناه الاهلي ومتشكرين، وان شاء الله كل التوفيق لك كابتن محمد فريق الاتحاد اللي احنا يعني ما بنتخيلش صراحه الدوري الممتاز من غير الاتحاد طبعا. اشكرك كابتن عمر طبعا. احنا طبعا مبسوطين، وانا اطمنت دلوقتي. فاكر احنا لما كنا كلمنا الاستاذ محمد مصلحي انا وانت وجبناه على التليفون، قال له لا انتوا رايحين فين؟ انت ابتديت تقلقنا. يعني في نوادي ما عندهاش الامكانيات زي الرجاء وطنطا والنصر.